نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا حاشدا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة. وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد، خاصة قضية تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسي في ظل الظروف السياسية الطارئة لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصري وراء قيادته الحكيمة. حزب حماة الوطن كان حريص على تنظيم عدة مؤتمرات في جميع محافظات مصر وفي جميع يمكن المراكز على مستوى الجمهورية بالكامل، والهدف اللي احنا بس نقول حاجة ونقدم رسالة للعالم كله. دي الحشود يمكن شايفين حشود ضخمة وأكثر من الألوفات حاجة شايفينها جايين كلهم بيأيدوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن وجود الترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح حتمي عشان يمكن المتغيرات الإقليمية والعالمية اللي احنا شايفينها في العالم كله. ده المؤتمر الحاشد اللي بتنظمه أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة لدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابه لولاية قادمة إن شاء الله، وده بيتم في سلسلة المؤتمرات الشعبية اللي بينظمها الحزب على مستوى الجمهورية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.